من اتصل بكم من الأمريكيين؟ على مستوى مسؤولة العراق بالخارجية الأمريكية اسمها يل لامبرت. نعم يل لامبرت. يائل لامبرت. يائل نعم. لامبرت. نعم نعم صار سفيرة في بترا بإسرائيل عندهم. أي نعم وكان مسؤولة كبيرة للفترة الأخيرة في الوزارة الخارجية. نعم نعم فبدت تسألني على مشايخ يعني غير موجودين كل مشايخ من جنوب العراق فات الأوساط الغرب الموصل الكركوك حتى الأخوة الأكراد كانوا حاضرين. طيب ديالة. نعم فمن شافت الأسماء كلها حاضرة بصراحة شافت هذا الأمر مهم بدت تتابع شنو هدفكم وين رايحين. طيب لهذا الأمر أقدم مؤتمر تحضيري قلت لهم الشيوخ سواء شكل لجنة تحضيرية تقريبا 30 شخصية طلبت من المشايخ كل واحد يعد ورقة عمل شنو اللي بباله حتى لا تكون الأمور استبدادية فقط أنا أحط يعني مفهوم وطلبوا الأمريكان حضور اللجنة التحضيرية كمجتمع. مين حضر منهم؟ حضروا موظفين ناس صور يعني أكيد يعني استخباراتي أكيد يعني استخباراتي أكيد بس كان في رايان كروكر أيضا عم يتفاوض معك صح؟ كان مساعد بول جامل يعني هو معها مع يائل يعني لامبرت. نعم رايان كروكر مع يائل لامبرت فصارت لجنة تحضيرية جيت أنا حاط أنا 9 أهداف الشيوخ تبين ما عادين أهداف جالسين الأمريكان 9 أهداف هي حلوة العشارة تطمح بعلاقات دائمة واستراتيجية مع الولايات المتحدة الأمريكية في مختلف المجالات بشرط هذه العلاقة لا تتعارض مع المصلحة الوطنية. تمام بناء إعادة النظر بقرارات بريمر بناء القوات المسلحة يجب أن يكون حصرا بيد العشائر العراقية بعيد عن أي أحزاب. نعم قرارات كثيرة بس النقطة التاسعة وها العشائر العراقية تقوم بمساعدة قوات الاحتلال بالحفاظ على الأمن بالبلد. نعم النقطة التاسعة وهي الأخيرة المهمة اللي بصراحة هي مربط الفرس على قوات الاحتلال مقابل هذا الشيء أن تحدد جدول زمني للانسحاب. أها هنا صار الخلاف بين المرحوم الله يرحمه حسين علي الشعلان أدرجنا وياي وبين أحد مشايخ البصرة مزاحم التميمي على هاي النقطة قالوا نشيلها قالوا تبقى المهم استخدمت الدبلوماسية أقنعت الطرفين بقبولها. مين كان بده يشيلها؟ كان مو بس المهم آخرين الشيوخ آخرين كان بده يشيلوها. مش اللي ذكرتهم. نعم مش من اللي ذكرتهم يعني مش طرف لا يعني كان كل لهم وجهة نظر يجوز يعني سيد شعلان ايضا او يعني سيد بس يجوز له وجهة نظر هو صحيح والان هم الباقيين الامريكان يجوز الان احسن ما يعني صح له وجهة نظر احسن من اللي صار بعدين احسن بعدين هو له وجهة نظر الله يرحمه وتوفى. يعني طيب شو اللي يعني شو اللي عرضوا عليك الامريكان هذه بعد لا عفوا من صار هذا قرينا النقاط قام واحد من عمام الشيوخ الجنوب اتذكر كريم المطلب الشيخ العجيب الله يرحمه قال يا ابن خربيط اذا كان جالسين ورانا اذا قبلوا بهذه الشروط خير على خير ما قبلوا لنا موعد معاهم اخر الامريكان ما يفهمون هاي اللهجه. قلت له قصدك نكاونهم نعركهم بدك انا افهم شو يعني شو يعني نكاونهم يعني نعركهم نعركهم يعني نرجع لل هو يعني شنو قال لنا نرجع موعد للمعارك الميدانيه لا لنا موعد معاهم اخر يعني نلقاهم في الشارع في الموعد آخر. قلت لك حتى الأمريكان يفهمون قلت له نعاركم كونهم قال ضرب إيده على الطاولة قال أي نعم وقررت الأهداف وبعدين اختارت تاريخ للمؤتمر اللي هو 30/6 بس 30/6 كان تاريخ مهم أيضا تاريخ مهم معظم المشايخ ما يدرون ما يعرفون شنو التاريخ يعني ناسية مو ما يعرفون ناسية دخلوا الأمريكان على الخط على مستوى راين كروكر ويل لامبرت تمام انه على تغيير التاريخ جوي عندي للمكتب قاعدين المشايخ وقاعد الله يرحمه الامير جاسم السمرمد امير زبيد ابو معن وقاعدين المشايخ على جنبي على شمالي حاتم وجهون على يميني طالب المزعج الشيخ الركابيين وحسين عشان وكل مشايخ قاعدين نعم يعني أصرت قالت يل إذا ما غيرت التاريخ بريمر ما راح يحضر لازم تغيروا التاريخ فقلت لها إذا ما حضر بريمر نستدعي الرئيس صدام حسين
اوف اي هذه اللغه اللي نحكي بها احنا ذاك الوقت احنا مو عاد الشيوخ طلبوا من عندي انه يعني اقلل اللهجه قلت هسه اراويكم قلت ليش مصر على تغيير التاريخ قالت بصراحه سبب احراج مع اصدقائنا الانجليز تاريخ الثوره مال 20 ذكرى ثوره العشرين 20 نعم هذا اللي اختاره ترى انت كنت تقصد التاريخ هذا التاريخ نعم كنت تقصده يعني كنت اقصد طبعا